ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. السادة الحضور، متابعينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث تتواصل معكم هذه اللقاءات المباركة في هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق. وتتواصل معكم هذه الفعاليات المباركة إيماناً من وزارة الأوقاف بدور المساجد في نشر الوعي في كل ربوع مصر. فالمساجد لها دور كبير وأثر عظيم في نشر الوعي الديني والصحي والثقافي في كل أرجاء البلاد. لذا أخذت وزارة الأوقاف المصرية على عاتقها هذا المأخذ الكريم لكي تنشر هذا الوعي في كل المجالات وفي كل مناحي مصر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلها في ميزان حسنات كل من شارك فيها واستمع إليها وتابعها. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، ولقاؤنا في هذا اليوم يأتيكم تحت عنوان الوقاية في الإسلام، لما لها من أثر عظيم للحفاظ على صحة الإنسان. فالوقاية كما يعرف كلنا خير من العلاج، وهناك قاعدة إسلامية كبرى: لا ضرر ولا ضرار. تحت هذا المنطلق ومن منطلق الوقاية يأتي لقاؤنا لهذا اليوم. واسمحوا لنا بداية أن نرحب بحضراتكم أولاً السادة الحضور، وأن نرحب بضيوفنا الأكارم فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي. واسمحوا لنا أيضاً أن نرحب بعالمنا الجليل فضيلة الشيخ يسري عزام، من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، إمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، زميل ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، وخبير لدى وزارة العدل في قضايا ازدراء الأديان. معنا أيضا في هذه الليلة المباركة قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز شعبان، وفضيلة المبتهل الشيخ بلال مختار. واسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا وعلمائنا من وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ حسين راضي، مدير إدارة أوقاف الشروق، وفضيلة الشيخ حسام صبري، المفتش بأوقاف الشروق. ويضيف هذه الكوكبة الكريمة سيادة اللواء أحمد الملا، رئيس مجلس إدارة المسجد، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، إمام مسجد الإحسان. فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً في ضيافة الرحمن وفي بيت من بيوت الحق تبارك وتعالى. اسمحوا لنا بداية أن نبدأ بالقرآن الكريم بخير البدء. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة
يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز شعبان. وأبشروا بالجنة.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز شعبان، ونحن معكم في هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق، حيث تتواصل مع حضراتكم فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ولقاؤنا اليوم كما ذكرنا يأتي تحت عنوان الوقاية في الإسلام. الإسلام دين يحرص على النفس البشرية ويحرص على الإنسان أن يكون في كامل قوته، سواء كانت قوة بدنية أو قوة إيمانية. لذا كانت الوقاية من الأهمية بمكان في شريعتنا الإسلامية. وها نحن في هذا اليوم نتزود من هذا الأمر ونتعرف عليه طبيا ودينيا وصحيا من خلال هذه اللقاءات المباركة. اسمحوا لنا أن نبدأ بكلمة لفضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية، والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي. وهذه الجائزة، جائزة المركز الأول، كانت في هذا الأمر، أمر الوقاية في جائحة كورونا الماضية لا أعادها الله. فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته. الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته. إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المثمران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم رضه عنا. قولوا امين. العالم كله بيقول امين دلوقتي. اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، اللهم رضه عنا، وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين. وحقق امانينا بزيارته، وحقق امانينا بزيارته، وافتح لنا ابواب رؤيته ونيل شفاعته يا رب العالمين. السيدات والساده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر الله تعالى العظيم الاعظم الكريم الأكرم الحكيم الأحكم الذي هيأ لنا الأسباب وأفاض علينا وأثاب وألهمنا جليل
إلى الخطاب وفتح لنا واسع الأبواب لنجتمع هنا في هذا البيت الطاهر، في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، في رحاب مسجد الإحسان بمدينة الشروق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم ولكل المستمعين ولكل المتابعين ولكل من أسهم في إنشاء هذا المسجد وفي إدارته والإشراف عليه، أسأل الله أن يجعل له نصيبا من اسمه لنكون من المحسنين. ننتقل من دائرة الإسلام إلى الإيمان، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الإحسان. والإحسان كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه وتعالى يراك. ومن أيقن أن الله يراه فلن يرضى بغير رضاه، فاللهم ارض عنا يا رب العالمين. وفي هذا المقام المبارك نشكر وزارة الأوقاف المصرية بقيادة وزيرها الفاضل معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ورجاله الأبطال على هذه الجهود المنظمة، على هذه الجهود التجديدية المنظمة والتي جعلت من مساجد مصر منارات للهداية والوسطية والاعتدال والسلام. وعلى اختيار هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بصحة الإنسان، كما نشكر إدارة الأوقاف في مدينة الشروق والسادة العلماء الذين شرفونا، ونشكر لإدارة المسجد حسن الاستقبال وعلى هذه الحفاوة الكبيرة التي قابلونا بها. أما السادة المستمعون، هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه المباركة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعاً 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 من هنا إلى هناك إلى طيب الرحمن جل وعلا، إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كما جمعتنا هنا فاجمعنا هناك في الفردوس الأعلى بجوار سيدنا ومولانا حبنا وحبيبنا سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السيدات والسادة، الحكماء يقولون الوقاية خير من العلاج، والعلماء يقولون الدفع أيسر من الرفع، يعني مدفع المرض أسهل وأيسر، أدفع المرض أيسر وأسهل من رفعه. ونحن نقول الوقاية خير من العلاج، الوقاية أنجح من العلاج، الوقاية أنجع من العلاج، الوقاية أنجى من العلاج، الوقاية أيسر من العلاج، الوقاية أفضل من العلاج، الوقاية نصر وانتصار على هوى النفس والشيطان. باتباع هدايات السماء التي فيها السعادة والإسعاد، فيها النجاح والنجاة بمنهج الله عز وجل. لماذا الوقاية خير من العلاج؟ العلاج أيها السادة مكلف، والوقاية لا تكلف. العلاج معطل للمريض ومشغل لأهله، والوقاية لا تعطل ولا تشغل. العلاج له آثار جانبية، والوقاية ليس لها أي آثار جانبية. ولقد اعتنى الإسلام الحنيف أيها السيدات والسادة، اعتنى عناية كبرى لا تقل عن عنايته البالغة بالعلم. اعتنى الإسلام بالصحة عناية كبرى لا تقل عن عنايته البالغة بالعلم. والواقع أنه لا علم إلا بالصحة، صح ولا غلط؟ لا علم إلا بالصحة،
لا عمل إلا بالصحة، لا مال إلا بالصحة، لا إنتاج إلا بالصحة. العبادة أيضاً تحتاج إلى الصحة، بل إن بعض العبادات لا يستطيع أن ينهض بأدائها إلا الأقوياء، كعبادة الحج والجهاد على سبيل المثال. وبالتالي أيها السيدات والسادة، فالصحة هي رأس مال الإنسان، هي رأس مال الإنسان، وهي رأس مال الأوطان. أيها السيدات والسادة، خلقنا الله عز وجل جميعاً من أجل إعمار الكون وإسعاد الحياة بمنهج الله، وحدد لنا الغاية من وجودنا في هذه الحياة، وهي عبادة الرحمن جل وعلا، وعمارة الأكوان، ورعاية الإنسان. عبادة الرحمن، وعمارة الأكوان، ورعاية الإنسان. ولا ريب في أن عبادة الرحمن، وأيضاً عمارة الأكوان، وأيضاً رعاية الإنسان، تتطلب شخصيات قوية في إيمانها، قوية في أخلاقها، قوية في أجسادها، تستمد قوتها بعلاقتها بربها جل وعلا. فالإسلام أيها السادة، فالإسلام إذن يريد مسلماً تجري في عروقه دماء الصحة والقوة والسلامة والعافية، يريد مسلماً تجري في عروقه دماء الصحة والقوة والسلامة والعافية والأخلاق والإبداع والإتقان والإحسان. الإسلام يريد لأتباعه أن يكونوا أقوياء أصحاء، لينهضوا بأعباء الرسالة وعمارة الكون والحياة. والمؤمنون جميعاً، نسأل الله أن نكون منهم، المؤمنون جميعاً يحبهم الله جل وعلا، ولكن نفتح قوس، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أبدع الإسلام منظومة الوقاية، أبدع منظومة الوقاية من الأمراض قبل حدوثها، ووضع منهاجا عظيما أطلقت عليه صمام الأمان لحماية الإنسان، وذلك قبل العالم المعاصر وقبل كثير من الحضارات السابقة. ومن ذلك أيها السادة، الوقاية بحماية شتى عناصر البيئة والطبيعة من التلوث، وهي الأرض والماء والهواء والفضاء. الوقاية بالحفاظ على ديمومة النظافة العامة للإنسان بشقيها الحسي والمعنوي. الوقاية بالذبح الصحي وحماية الأطعمة والأشربة من التلوث. الوقاية بالابتعاد عن الممارسات الجنسية غير المشروعة. فالإسلام أيها السادة نظم توهج الشهوة لدى الشباب ولدى غيرهم تنظيماً مبهراً أبهر العالم كله. الوقاية بتحريم تناول المخدرات والمسكرات والمفطرات والمحرمات أو مخالطتها. الوقاية بالبعد عن وسائل نقل العدوى. الوقاية بتناول الغذاء الجيد والاعتدال في المأكل والمشرب. الوقاية بالإيمان والدعاء والتحصين بالأذكار والتفاؤل والأمل والرجاء في رحمة الله. أيها المسلمون، في كل مكان من أرض الله سلك الشرع الحنيف في المحافظة على الأبدان من الأمراض ثلاثة مسالك. المسلك الأول وهو المسلك الوقائي. المسلك الثاني المسلك العلاجي. المسلك الثالث مسلك التعامل مع الأزمات والأوبئة والجوارح لتقليل الخسائر والحد منها إلى أقل حد، كما علمنا سيدنا
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسلك الأول، وضع الشرع الحنيف منهجاً متكاملاً من التدابير الوقائية، بحيث لو طبقها الأصحاء لما عرفت الأمراض طريقاً إلى أبدانهم، إلا خلي بالك إلا إذا أراد الله شيئاً فلا راد لمشيئته سبحانه جل وعلا. والأمر العظيم أيها السادة أن الشرع الحنيف ربط هذه التدابير، ربطها بالبعد الإيماني. والقيمة أيها السيدات والسادة، حينما تستمد قداستها من العمق الديني، فإن حرية ممارستها تنبعث من أقوى المشاعر تأثيراً في حياة الإنسان. ومن هذه التدابير، أولاً دعا الإسلام إلى الطهارة والنظافة الدائمة، لدرجة أن الإسلام جعل الطهارة نصف الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والمدقق في كتاب الله الخالد يجد أن أول ما نزل من القرآن يدعو إلى العلم، وثاني ما نزل من القرآن يدعو للنظافة. فقال في الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال في الثانية: وثيابك فطهر. ومن هنا كانت خصيصة أمة الإسلام منذ ولادتها أمة علم وأمة نظافة، تعليم الصحة كما يقولون. وقد سبق الإسلام كما قلت لحضراتكم الحضارات والثقافات الأخرى في الطب الوقائي بأساليب متعددة، وهذه الأساليب لها طبيعة، لها صفة العلمية والمنهجية. كل حقيقة، كل حاجة جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة الشريفة أكدها العلم حقائق، أكدتها حقائق العلم الحديث كما سترون بعد قليل. فلها صفة العلمية والمنهجية والدورية والتتابع. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن احنا نتوضأ مش مرة في السنة ولا مرة كل سنتين كما كان يفعل المربيون، كانوا يغتسلون مرة في العام أو مرتين، وهذا ثابت في وثائق موجودة لدينا. الدورية والتتابع والاستدامة، وإيه كمان؟ والسهولة، وإيه كمان؟ والمجانية. هذه التدابير تدابير مجانية لا تكلف الإنسان شيئاً، وذلك قبل معرفة الجراثيم والميكروبات وما تسببه من أمراض وأوبئة قبل العالم بأربعة عشر قرناً من الزمان. والإسلام هنا أيها السادة لا يتحدث عن نظافة جزئية تخص الإنسان فقط أو تخص جزءاً من الإنسان، بل إن منهجه يكمن في الطهارة والنظافة العامة والكاملة والشاملة، ومنها طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، طهارة البيئة، طهارة الأدوات والأواني والأشياء التي يستعملها الإنسان في حياته وفي معيشته. ومن قبل ذلك كله طهارة القلب من الحقد والغل والحسد والكراهية والبغضاء وغيرها من مهلكات الصحة ومن مهلكات الإنسان. لذلك جعل الشرع الحنيف طهارة البدن شرطاً لدخول الإسلام، وإيه كمان؟ وجعل النظافة شرطاً لأداء أهم أركانه وهي الصلاة. ومن هنا أيها السادة كان استحباب الوضوء لكل صلاة حتى يظل المسلم نظيفاً بشكل مستدام. ومع ذلك فقد أباح الإسلام لمن لا يستطيع الوضوء خوفاً من المرض أو خشية تأخر البرء من المرض أن يتيمم حتى يشفى. ثانياً
الوقاية بالدعوة إلى النوم المبكر والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر. وقد أثبت العلم الحديث فوائد صحية وقائية كثيرة جدا للنوم المبكر وللاستيقاظ المبكر، ومنها أن النوم المبكر مفيد ويساعد على التركيز ويحافظ على الوزن وعلى صحة القلب ويعزز من عمل جهاز المناعة ويخلص الإنسان من الطاقة السلبية ويخفف التوتر والضغط النفسي ويقي الإنسان من كثير من الأمراض أهمها مرض السرطان. ويعود ذلك أيها السادة كما قال العلماء والأطباء، يعود ذلك إلى دور هرمون معين. هذا الهرمون تفرزه غدة بالليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، بس بشرط لازم تكون نايم في ظلام. هذا الهرمون المهم لو نمنا بدري هيشتغل ويقي الإنسان من كثير من الأمراض. أن الاستيقاظ المبكر أيضا مهم جدا للجسم، حيث تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو بعد صلاة عند صلاة الفجر. سبحان الله العظيم، غاز الأوزون هو من نظائر الأكسجين. هذا الأوزون يظهر عند صلاة الفجر ويقل تدريجيا تدريجيا ويختفي يضمحل تماما عند شروق الشمس. وقد دهش الأطباء أيها السادة لآثاره العلاجية العجيبة، فهو يشفي بإذن الله من كثير من الأمراض النفسية والجسدية وليس له آثار جانبية. والغاز ده مفيد جدا للجهاز العصبي ومنشط للعمل والفكري والعضلي إلى آخره. وأيضا من الثابت علميا أيها السيدات والسادة أن أعلى نسبة للكورتيزون في الدم تكون في الصباح وأقل نسبة تكون في المساء. ومن المعروف أن الكورتيزون هو المادة الفعالة التي تزيد فعاليات الجسم وتنشطه وتحميه من الأمراض. وصدق الله عز وجل القائل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب، ثالثا من التدابير الصحية إباحة الفطر في رمضان للمسافر وللمريض، حتى لا تجتمع على المسافر مشقة الصيام ومشقة السفر. وأبيح للمريض حتى لا تجتمع عليه مشقة الصيام وتأخر الشفاء من المرض، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رابعاً، أباح الشرع الحنيف للمحرم أن يحلق شعره إذا حدث مرض وهو في الحج أو في العمرة. إذا حدث حاجة تستدعي ما فيش حاجة، ربنا أباحه أن يحلق شعره. خامساً، تحريم أكل الميتة ولحم الخنزير. سادساً، حرم الإسلام الزنا ونهى عن الاقتراب منه حتى لا يقع أحد فيه لما يترتب عليه من المفاسد الأخلاقية والمرضية واختلاط الأنساب وغير ذلك. والله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال: والذين هم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سابعاً، أمر الله عز وجل باعتزال النساء في المحيض خشية الإصابة بالأمراض الخطيرة. ثامناً، تحريم إتيان الزوجة في الدبر. ملعون من أتى امرأته في دبرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر خطير. تاسعاً، الوقاية بتغطية الآنية ليلاً. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غطوا الإناء وأوقئوا الصغاء، اربطوا الإرب بتاع المية، فإن في السنة
ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من هذا الوباء. عاشراً، النهي عن الشرب من فم السقاء. النهي عن الشرب من فم السقاء خشية أن يكون في السقاء ما لا يراه الشارب فيدخل في جوفه فيؤذيه. هكذا علمنا سيدنا رسول الله. 11، المطالبة بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. تعرفين زمان كان المياه في غلال، مش حنفيات زي دلوقتي وصنابير. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. 12، النهي عن قضاء الحاجة من بول أو براز في الماء الذي يستعمله الناس في وضوئهم وفي اغتسالاتهم وفي معيشتهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. 13، ممارسة صيام الفرض والنفل. فالصوم أيها السادة يعلم النظام والانضباط، لأنه يجبر الصائم على تناول الطعام والشراب في وقت محدد وفي موعد معين. والصوم يجدد حياة الإنسان بتجدد الخلايا، ويطرح ما شاخ من هذه الخلايا، ويريح المعدة والجهاز العصبي، ويحمي الجسد ويصلحه. وأثبتت الدراسات العلمية أن مرضى القلب يستطيعون أن يعيشوا بعيداً بعيداً عن المضاعفات الخطيرة إذا هم اعتدلوا في صيامهم وفي طعامهم. العالم كله الآن يا جماعة يتحدث عن الصيام على الطريقة الإسلامية. العالم يتحدث عن الصيام المتقطع، فقد أثبتت الدراسات العلمية جدواه. 14، النهي عن التعرض إلى كل ما يضر الإنسان أو يكون سبباً في هلاكه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. 15، استعمال السواك بشكل دائم ودائم ومستمر ومستدام لأهميته الصحية الكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 16، أن الإسلام طالب الإنسان بالعمل وحذر من البطالة والكسل وإراقة ماء الوجه بالسؤال. ولقد طلب العمل والسعي في تحصيل الرزق والمعاش حتى في عبادة الحج. وانت بتحج ممكن تكسب وتشتغل. 17، استحسان تغطية الوجه عند العطاس وعند التساهل. هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 18، النهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. ممكن حضرتك تنفخ في الإناء حلة فيها أو وعاء فيه لبن، حضرتك عندك مرض تنقله لله يشرب وتضر الناس كلها. 19، دعا الإسلام إلى ممارسة رياضة الرمي والسباحة وركوب الخيل والصيد وغيرها لتحقيق الصحة والرياضة والسلامة المستدامة. 20، الوقاية بالإيمان والتوكل على الله والدعاء والتحصين بالأذكار والتفاؤل والأمل والرجاء في رحمة الله جل في علاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وذمة الله تعني أنه في أمان الله، أنه في حراسة الله، أنه في جناب الله، أنه في حراسة الله، أنه في رعاية الله جل في علاه. فاللهم اجعلنا جميعا جميعا
في رعاية الله ورب العالمين. كان باقي ثلاث صفحات ولكنني أشرف بالحديث إليكم وأشرف أن أكون مجاورا لأخي وصديقي وزميلي الإعلامي الكبير الأستاذ بهاء عبادة كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم وأخي وصديقي وزميلي فضيلة العلامة المبارك الذي قدم إلينا سريعا سريعا من عند سيدنا وسندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر حضراتكم جميعا على حسن الاستماع أشكر حضراتكم جميعا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من عالمنا الجليل فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي أعطانا 20 مسلكا وقائيا أوصى بهم الإسلام، لو التزم الإنسان بهن لعاش حياة صحية إيمانية سعيدة. معنا أيضا فضيلة الدكتور والشيخ يسري عزام إمام مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة ومن علماء الأزهر والأوقاف، إليه الكلمة ليتحدث عن الإسلام وكيف دفع عن الإنسان الأضرار والآثام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا رب صل على المدى أبدا عليه مجددا. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. استمعنا واستمتعنا بهذا الكم الرائع من المعلومات التي ذكرها فضيلة الدكتور أحمد علي سليمان، أسأل الله أن يبارك به وأن ينفع بعلمه. الوقاية في الإسلام، ما معنى الوقاية؟ الوقاية معناها الحماية، أن يحمي الإنسان نفسه من الأمراض، من الأوبئة، من العدوى. وتعلمت من مشايخنا هذا الدعاء: يا حي يا قيوم، يا رب البداية والنهاية، بالذل نسألك العناية والرعاية والهداية والولاية والوقاية والكفاية. دعاء عظيم تعلمناه من شيخنا الإمام الراحل الشيخ محمد خليل الخطيب، وكان من أساتذة الشيخ الشعراوي. يا حي يا قيوم، يا رب البداية والنهاية، بالذل نسألك العناية والرعاية والهداية والولاية والوقاية والكفاية. الوقاية أن يقيك الله جل وعلا شر الأمراض وشر الأوبئة. وسمعت أيضا من مشايخنا، وذكر هذا في كتب التراث، أن من كتب على باب داره: حي صمد باق وله كنف واق، لا يدخل البيت وباء. حي صمد باق وله كنف واق. فبهذا تتوسل إلى الله بأسماء الله الحسنى
أن يكفيك الله شر الداء، وأن يجعل الله أسماءه السبب في وقايتك من كل داء، وأن تكون السبب في العلاج والدواء. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وتدعو بما شئت. هناك حديث بعض أعداء الإسلام قالوا بأن هذا الحديث أوله يعارض آخره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. بداية الحديث تعارض نهاية الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا نصف الحديث الشطر الأول، معناه إن ما فيش عدوى. طب والمعنى الثاني: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ابتعد عنه لأجل ألا تصيبك هذه العدوى. كيف نوافق بين اللفظين وبين شطر الحديث الأول وشطره الأخير؟ الأول نبين ما معنى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها من مريض لصحيح، وهذا يرد على الشطر الثاني. لا عدوى تنتقل بنفسها، لا تنتقل بنفسها العدوى. ولا طيرة يمنعنا من التشاؤم. وكان العرب قديما إذا رأوا الطائر يطير على يمينهم تفاءلوا، وإذا رأوه يطير على شمالهم تشاءموا. فقال النبي: لا طيرة ولا هامة. الهامة طائر يطير بالليل، وكان العرب إذا رأوه بالليل تشاءموا، فنفى النبي هذا وقال: ولا هامة ولا صفر، أي شهر صفر، وكانوا يتشاءمون بهذا الشهر، فقال النبي: لا تشاؤم في هذا الشهر ولا في غيره. وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أي ابتعد عنه، عليك بأسباب الوقاية. لذلك لما جاءت كورونا كنا نسمع قديما عن الحجر الصحي، لكننا عايشناه وعايناه عيانا بيانا. ويكفينا أن الله جل وعلا أمرنا أن نأخذ بالأسباب مع اعتمادنا على مسبب الأسباب. كم من مريض ابتلاه الله بهذا الوباء عنده 70 و80 سنة وعافاه الله، وكم من شباب في 20 و30 وماتوا بهذا الداء. يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. نأخذ بالأسباب ونعتمد على مسبب الأسباب. ما أحوجنا ونحن نتكلم عن الوقاية في الإسلام أن نلتفت لأولادنا وبناتنا وفلذات أكبادنا. فالأولاد في خطر، أولادنا في خطر من خلال ما يواجهونه في أنديتهم، على صفحات التواصل الاجتماعي، في مدارسهم، من خلال ما يلاقونه في الطرقات. الآن يا سادة نعاني من أنواع كثيرة من التطرف، لا أقول التطرف الذي كنا نعنيه قديما الإرهاب والتشدد وكذا، لا، لكني أعني التطرف اللاديني الذي يتمثل في الانتحار، في المثلية، في الشذوذ الجنسي، الذي يتمثل في الإباحية، الذي يتمثل في الاكتئاب، في الكآبة. نسمع عن طالب في كلية الطب يلقي بنفسه من فوق برج القاهرة، وآخر من فوق القلعة،
هل الأب والأم ماتوا؟ ما ماتوا، أحياء، ولكنهم في تعداد الأموات. ليس اليتيم الذي مات أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. التفتوا لأبنائكم، احتضنوا أولادكم قبل فوات الأوان. ويكفينا أن الله يقول لنا في القرآن: واجعلوا بيوتكم قبلة. أقولها دائما في برامجي وفي خطبي وفي دروسي: 10 دقائق كل أسبوع اجتمع مع أولادك حول كتاب الله، كل أسبوع مرة، ولو حتى في يوم الجمعة اقرأوا سورة الكهف سويا، واجعلوا البيت قبلة، اجعلوا البيت ملاذا للملائكة، اجعلوا البيت يقرأ فيه القرآن. إن فعلتم ذلك نجيتم أولادكم من الانتحار، من الكآبة، من الاكتئاب، من أن تتلطفهم الأيدي المتلطخة بالدماء. احتضنوا أولادكم قبل فوات الأوان. وتعلمنا من أهل الله من الصالحين أن ندعو الله ونقول: اللهم رب لنا أولادنا. ما تقولش أنا الله ربي أبدا، اللهم رب لنا أولادنا. نحن في زمن عجزت فيه الوسائل البشرية، وعندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية. اللهم رب لنا أولادنا، ورب لنا بناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا شر الأمراض والداء، وعجل يا ربنا لنا بالدواء والشفاء. قنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان. وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما، وشكر الله لكم حسن استماعكم. وهكذا متابعينا الكرام، السادة الحضور، فقد استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف والأزل الشريف، سائلين الحق تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلم علمائنا الأكارم، فهم منارات الأمة. العلماء في كل زمان وفي كل مكان هم منارات الأمة، وهم هداة الناس إلى الطريق الصحيح. واسمحوا لي أن أشيد بحضراتكم في هذا الجمع الكريم لما أرى من هذه الوجوه الطيبة التي حرصت على الاستماع والبقاء معنا في هذا اللقاء، حيث إنهم يشعرون بالمسؤولية. فالإنسان إذا أحس وشعر بمسؤوليته في المجتمع كان فاعلا فيه، أما إذا أحس أنه إنسان غير مسؤول فإن ذلك يشعره بفقد قيمته. وكلنا في مجتمع الإسلام مسؤول، وكلنا مسؤول عن رعيته. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أظننا وأحسبنا وأدعو الله أن نكون على هذه الحال في هذا المكان المبارك. أيها الإخوة الأحباب، نختتم معكم هذه الأمسية وهذا اللقاء المبارك بالابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع مبتهلنا، مبتهل الإذاعة والتلفزيون، فضيلة المبتهل الشيخ بلال مختار. بسم
الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوك ورضاك يا رب العباد رجائي، رحمك يا رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، حماك أهلي، حماك أهلي، حماك أهلي منك الرضا، فارحم وجد بولائي إن لم يكن بك للغريب هداية، إن لم يكن بك للغريب هداية. إن لم يكن بك للمريض
وكأنه في روضة غنى جل الله أنا ما في قلبي
سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ بلال مختار، نصل معكم متابعينا الأكارم إلى ختام هذه الليلة من فعاليات الأسبوع الثقافي هنا بمسجد الإحسان بمدينة الشروق. إن شاء الله تعالى غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الرحاب الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي القائمين والمستمعين لهذه اللقاءات خير الجزاء. هذه اللقاءات التي تقام برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن الأوقاف المصرية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم جميعا حسن الاستماع والمتابعة. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.